أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة الصحافة لهذا اليوم من صحافة حول العالم. نبدأ هذه الجولة من صحيفة القدس العربي والتي تقول: النيابة الكويتية تأمر بحبس 18 شخصا في قضية تمويل حزب الله اللبناني. إذن قالت صحيفة الرأي والقبس الكويتيتان اليوم الخميس إن النيابة العامة الكويتية أمرت بحبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله اللبناني. وذكرت صحيفة القبس أن النيابة العامة قررت حبس 18 متهما في تمويل حزب الله لمدة 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق. وأضافت أنهم متهمون في 3 تهم، منها أمن الدولة وهي الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. ولم ترد وزارة الداخلية بعد على طلب التعليق. وفي عام 2016 صنفت دول الخليج العربية جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية. ويواجه لبنان أزمة دبلوماسية مع تزايد استياء دول الخليج من مد حزب الله المدعوم من إيران نفوذه على الساحة السياسية اللبنانية. وطردت السعودية والكويت والبحرين الشهر الماضي دبلوماسيين لبنانيين واستدعت مبعوثيها بعد تصريحات لوزير لبناني انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وحظرت الرياض كل الواردات من لبنان. ذات الصحيفة القدس العربي تقول مشاهدينا: في ظل تحفظ فرنسي، إسبانيا وتركيا نحو تنسيق سياسي واقتصادي وعسكري. إذن بدأت تركيا تجد في إسبانيا حليفا رئيسيا في الاتحاد الأوروبي، حيث اتفق البلدان على قرارات هامة وعلى رأسها التنسيق في الصناعة الحربية لصناعة حاملة طائرات وغواصات. وتأتي سياسة مدريد مخالفة لباريس في وقت كانت تنادي فيه الأخيرة بالتشدد تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واحتضنت العاصمة أنقرة يوم الأربعاء القمة 7 لرئيسي حكومتي البلدين، وأجرى رئيس حكومة إسبانيا مباحثات هامة مع المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس أردوغان. وجرى الاتفاق على عدد من القرارات، منها الرفع من مستوى التبادل التجاري من 12 مليار يورو في الوقت الراهن إلى 20 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. وكتبت أحد الجرائد أن البلدين يتوافران على مؤهلات لتحقيق هذا الرقم بسرعة، خاصة بعدما تحولت تركيا إلى خامس شريك اقتصادي لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والمغرب. وتنتهج تركيا سياسة اقتصادية ذكية، وهي تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول التي لا تعاديها سياسيا. لصحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تقول: تجدد المظاهرات في الخرطوم والأمن يطلق غازا مسيلا للدموع. أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل غاز مسيلة للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم، حيث قتل 11 متظاهرا على الأقل يوم الأربعاء أمس كما ذكر شاهد عيان. في شمال الخرطوم بقي المتظاهرون طوال الليل أمام حواجزهم مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 من أكتوبر تشرين الأول، متحدين انقطاعا تاما للإنترنت والهاتف الخميس بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقتل 14 شخصا أمس الأربعاء في قمع المظاهرة المناهضة للحكم العسكري في السودان، كما أعلنت لجنة الأطباء المركزية وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، من بينهم 11 في ضاحية الخرطوم الشمالية، حيث يواصل مئات المحتجين تحركاتهم. وأوضح الأطباء أن غالبية القتلى وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في الرأس والصدر والعنق، وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 10 متظاهرين. نبقى في ذات الصحيفة التي تقول: تحرك أمريكي لتفكيك شبكات المخدرات السورية. إذن يشهد الكونغرس الأمريكي حراكا لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام بشار الأسد. وطلب النائب الجمهوري فرانش هيل من إدارة الرئيس جو بايدن السعي لوقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا، واصفا حكم الأسد بأنه نظام المخدرات. ودعا هيل زملائه إلى دعم مشروع القرار الذي طرحه الشهر الماضي ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، قائلا: إنها الخطوة الأولى لإنهاء هذه الحرب التي دمرت سوريا. وقد وافق على مشروع القرار 316 نائبا من أصل 435، وهو مطروح الآن أمام مجلس الشيوخ. وأفاد التعديل بأن تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد في سوريا تشكل تهديدا أمنيا عابرا للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ في استراتيجياتها لتفكيكها في موعد لا يتجاوز 180 يوما. للعرب اللندنية: داعش أفريقيا يراهن على التمدد نحو الجنوب في مواجهة خاسرة شمالا. بعد فشل تقدمه أكثر نحو شمال إفريقيا، كثف تنظيم الدولة الإسلامية داعش هجماته الإرهابية في منطقة إفريقيا الوسطى متجها نحو الجنوب الإفريقي الذي قد يمثل أحد معاقله القادمة لما تتسم به هذه المنطقة من اضطرابات أمنية وقودها العنف الديني والعرقي. ولم ينجح التنظيم الإرهابي في توسيع نفوذه شمال أفريقيا، ومني بخسارات كبرى في تونس والمغرب، كما نجح الجيش الليبي في تأمين جنوب البلاد، ودحر التنظيم الإرهابي الذي اختار السرت وبنغازي ودرنة معقلا رئيسيا له خلال الحرب الليبية. وتعد دول عمق القارة الإفريقية من الدول الواعدة لما تمتلكه من إمكانيات وثروات طبيعية ومواد خام تتمثل في احتياطات هائلة من المعادن والمعادن النفيسة، فضلا عن المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والغابات التي يقابلها انتشار كبير للفقر والانقسامات العرقية والقبلية، ما يجعلها مطمعا للتنظيمات الإرهابية. وأعلنت الشرطة الأوغندية مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح في هجومين انتحاريين متزامنين وقعا صباح الثلاثاء في وسط العاصمة كامبالا، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية. نبقى في ذات الصحيفة التي تقول: الأزمات المتعاقبة تفاقم معدلات الجرائم في لبنان. لا تنحصر تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان على غلاء المعيشة وتضاعف نسب الفقر والبطالة وغيرها من مظاهر الحياة الصعبة، بل تمتد لتزيد من خطر الكثير من الآفات الاجتماعية كجرائم السرقة والقتل، والتي تنذر بجر البلاد نحو منعطف أمني خطير يسير بالتوازي مع تفاقم الحالة الاقتصادية،
وخلصت دراسة أعدتها شركة الدولية للمعلومات اللبنانية خاصة إلى أن آخر الأرقام تشير إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265% والقتل بواحد بل ب 100.1% في البلاد إثر الأزمة التي تشهدها البلاد. وبحسب تفاصيل الدراسة الصادرة الأربعاء فإنها تقارن فترة الشهور العشر الأولى من عام 2021 بذات الفترة من عام 2019. ذكرت الشركة في دراستها أنها استندت في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم التي تعدها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. للجريدة الكويتية التي تقول جو بايدن يتراجع، لا نشجع تايوان على الاستقلال. تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تلميحه خلال القمة الافتراضية التي جمعته مساء أمس الأول بنظيره الصيني شي جينغ بينغ بأن تايوان مستقلة، وشدد على أنه لا يشجع ولا يدعو إلى استقلالها، في وقت أكدت بكين أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بمبدأ الصين الواحدة. وكان بايدن قد صرح خلال قمته مع شي بأن تايوان تتخذ قرارها الخاص بها وأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مستقلة، إلا أنه تراجع في وقت لاحق عن تعليقاته قائلا: نحن لا ندعو ولا نشجع بأي شكل من الأشكال الاستقلال ولا نغير سياساتنا على الإطلاق. ولم يوضح سيد البيت الأبيض ما قصده من هذه العبارة، لكنها هذه الكلمات القليلة كفيلة بأن تثير غضب الصين، لا سيما أن رئيسها حذر نظيره الأمريكي خلال قمتهما من أن السعي لتحقيق استقلال تايوان هو لعب بالنار. نبقى في الجريدة الكويتية. أسبوع أمريكي خليجي وإيران تترقب زيارة إماراتية. تقول الجريدة في التفاصيل: في محاولة لتنسيق المواقف مع الحلفاء وتهدئة مخاوف القوى الإقليمية قبل استئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني أواخر نوفمبر الجاري، يقوم مسؤولون أمريكيون دبلوماسيون وعسكريون ضمن عدد من الوفود بجولات منفصلة في دول المنطقة، وذلك بهدف معالجة الملف الإيراني على مدار الأسبوع المقبل. وبعد قيامه بمشاورات مماثلة في الإمارات والبحرين وإسرائيل، استعرض المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف استعرض مستجدات مفاوضات فيينا خلال استقباله له في السعودية أمس، في حين ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه اليوم إلى المنامة وأبو ظبي. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن أوستن سيجتمع خلال زيارته مع قيادات الدولة والعسكريين في البحرين والإمارات، إضافة للقوات الأمريكية المتمركزة في كلا البلدين، مؤكدا عزم بلاده على دفع وتقوية الشركات والشراكات الدفاعية الدائمة والالتزام بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. أما العربي الجديد، عنونت مشاهدين: اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل لصناعة سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة. وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات وشركة AAI الإسرائيلية لصناعة الطيران اليوم الخميس اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة. وقالت الشركتان في بيان إن سفن M17 غير المأهولة ستصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام والاستطلاع ضمن إمكانات أخرى.
وأشهرت الإمارات وإسرائيل عن تطبيع العلاقات العام الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية. وكشفت شركة إسرائيلية للأسلحة المتطورة قد أعلنت الأحد الماضي فتح فروع لها في دولة الإمارات في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الأمن الإسرائيلي لدبي مطلع الأسبوع. نبقى في العربي الجديد. إذا تقول الصحيفة أزمة المهاجرين، بولندا تعتقل عشرات الأشخاص حاولوا العبور من بيلاروسيا ومئات العراقيين يتجهزون للعودة. اعتقلت قوات الأمن البولندية حوالي 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا ليلة الأربعاء الخميس. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المئات من المهاجرين العراقيين في مينسك للعودة طوعا إلى بلادهم خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد معاناة دامت عدة أسابيع علقوا فيها على الحدود مع بولندا محاولين الوصول إلى دول أوروبية أبرزها ألمانيا، فيما فرض لبنان قيودا على السفر إلى بيلاروسيا. وأعلنت وزارة الدفاع البولندية في بيان لها أن الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من المهاجرين حاولوا الهجرة متهمة بيلاروسيا بأنها أرغمت المهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم. وتتهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالتدبير المتعمد لأزمة المهاجرين من خلال تشجيعهم على القدوم إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى الحدود، وتنفي بيلاروسيا الاتهامات وتلقي اللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة. إلى عربي بوست. الإنتربول في خدمة بشار الأسد، المنظمة ترفع الحظر عن النظام واللاجئون السوريون يخشون الملاحقة. إذن عبرت مجموعة واسعة من اللاجئين السوريين عن خشيتهم من استغلال بشار الأسد شرطة الإنتربول لملاحقة المعارضين في الخارج، ذلك بعدما أعلنت المنظمة الدولية لأول مرة منذ 10 سنوات نيتها رفع القيود عن النظام السوري. وفي رسالة كتبت وأرسلت لمنظمة الإنتربول نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية الخميس، عبر لاجئون سوريون عن خوفهم من استخدام نظام الأسد مذكرات التوقيف الحمراء الصادرة عن المنظمة. يأتي هذا النداء بعدما أعلن الإنتربول أنه ينوي رفع القيود المفروضة على النظام السوري لأول مرة منذ ما يقرب من 10 سنوات، مما يسمح لها بتبادل المعلومات مع حكومات الدول الأعضاء الأخرى وطلب إصدار إشعار أحمر بالتوقيف. ويتعرض الإنتربول لانتقادات شديدة بسبب إساءة استخدام آلية النشر الحمراء من جانب الحكومات التي تسعى لاعتقال أو مضايقة المعارضين. إذن معنا مشاهدين عبر الهاتف الكاتب الصحفي السيد أحمد زكريا، كاتب صحفي وناشط حقوقي. سيد أحمد زكريا، إذن الإنتربول يرفع الحظر عن نظام بشار الأسد، إلى أي حد يؤثر هذا بالفعل على وجود اللاجئين في الخارج؟ مساء الخير لكم ولجميع السادة المشاهدين. حقيقة يعني هذه الخطوة ليست مفاجئة، كون لو عدنا قليلا الى الوراء في ظل التطورات المتلاحقه الدوليه والعربيه، واقصد هنا التطوير الابرز الذي يتصدر المشهد وهو موضوع محاولات او مساعي اعاده التطبيع مع النظام عربيا ودوليا. الدول طبعا التي انظمتها تتماهى مع نظام الاسد تحاول يعني قدر الامكان التطبيع معه، وايضا بعض الدول العربيه وليس التعميم. اذا هذه الخطوه ليست مفاجئه، هناك اليوم حاله من القلق، حاله من الخشيه من ان يسعى هذا النظام لمضايقه اللاجئين، مضايقه هو ينظر الى هؤلاء اللاجئين طبعا
نسبة كبيرة منهم أو غالبية كبيرة منهم أيضا لا نريد هنا التعميم ينظر إليهم على أنهم جميعهم هم من المعارضين له. لذلك هناك حالة من الخوف، حالة من الخشية، من القلق، من أن يسعى النظام بورقة أو بعصا الانتربول اليوم بعد رفع الحظر عنهم بخلال هذه الخطوة لمضايقتهم والتضييق عليهم. فاليوم أغلبيتهم أو نسبة كبيرة منهم يناشدون ربما أو يحاولون أن الأصوات أن تتعالى أو تحاول الأصوات أن تتعالى وأن تصل إلى صناع القرار في الأمم المتحدة في المجتمع الدولي لتبيان سلبيات وانعكاس هذه الخطوة عليهم. نعم، طيب باعتقادك إلى أي دور أسهمت أبوظبي في موضوع إقناع الانتربول الدولي أو التأثير على المنظمة لرفع الحظر عن نظام بشار الأسد، باعتبار أن الإمارات لها دور مؤثر كما يقال في تقديم الدعم المالي لهذه المنظمة، منظمة الانتربول؟ بدون أدنى شك، يعني هناك العديد من الأطراف ربما خلف الكواليس وأمام الكواليس، ومن بينهم طبعا نذكر هنا الإمارات ومحاولة طبعا إعادة النظام إلى حظيرة الانتربول والضغط عليها من خلال شخصيات ربما هي مؤثرة داخل الانتربول وتتماهى مواقفها وتمثل للإمارات سواء شخصيات أمنية أو غير أمنية وحتى شخصيات خارجية سياسية. والنظام عمل على هذا الأمر من أجل تعديلات خارجية أمنية، تعديلات في وزارة الخارجية وإلى ما هنالك من أجل التشبيك والوصول إلى الهدف الذي يطمح إليه. وشاهدنا طبعا يعني باتت عملية إعلانية وآخرها طبعا دولة الإمارات وقبلها بعض الدول الأخرى، أو هناك بعض الدول ربما تنتظر أو تتحين الفرصة. إذن للإمارات وغيرها من الأطراف الأخرى خلف الكواليس وتحت الطاولة ومن فوق الطاولة الضغط على هذه المنظمة لإعادة النظام إلى حظيرة الانتربول الدولي من أجل تعويمه يعني دوليا، من لأن هذه يعني الخطوة ربما بنظر الإمارات ونظر الدول الأخرى وغيرها من الدول التي تتماهى كما أشرت أنظمتها الدكتاتورية مع نظام الأسد، هذه الخطوة تعطيه أكبر لو استطعنا القول حقوقيا ودوليا ومن ناحية العدالة طبعا تعطيه سك براءة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي أو التي ارتكبها هذا النظام حتى هذه الأثناء ومنذ 10 سنوات طبعا أو منذ عام 2011 حتى يومنا هذا. وهذا ما تسعى إليه الدول إن كان تعويمه بشتى السبل، سواء محاولات إعادته إلى الجامعة العربية، محاولات إعادته إلى المجتمع الدولي، واليوم يعني هذه الخطوة الانتربول الدولي كون هناك العديد من دول العالم عضوة في هذه المنظمة، وبالتالي يقولون يعني أو هي رسائل عديدة ومن أهمها بأنه النظام نسعى إلى إعادته وتمت إعادته اليوم للأسف. يعني وهناك يعني كما أشرت هذه الخشية من أن يستعمل عصا الانتربول ضد معارضي، إضافة للورقة الأهم التي يسعى إليها في الخطوة الأولى وفي المقام الأول وهو أن يتم تعويمه دوليا. نعم، أخيرا أستاذ أحمد زكريا، هل الدول الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي ملزمة بتطبيق الإشعارات الحمراء التي يقدمها نظام الأسد لتوقيف معارضين مثلا مناوئين له؟ نعم، هناك كما أشرت يعني بالبداية إلى الدول التي تتشابه أنظمتها الدكتاتورية مع هذا النظام وهي مستعدة قدر الإمكان بالالتزام بهذه النشرة الحمراء. وأذكر هنا يعني بعض الدول من بينها الصين طبعا أو على رأسها الصين وغيرها من الدول الأخرى هي مستعدة يعني لأن يعني ترضخ للنظام من باب التماهي ومن باب التطبيع ربما هذا الأمر، ونخشى ونقلق يعني نعبر عن حالة القلق. يعني إذن هناك دول تستطيع تطبيق هذا الأمر وأخرى بإمكانها الرفض أو عدم تطبيق هذه القرار تجاهلها. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم السيد أحمد زكريا الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي. مشاهدينا الكرام، إلى فقرة كاريكاتير. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.